جانب البوكليل في تبة القضارب طريق العوام، وهذا البوكليل. من الله عليكم ورحمته وبركاته، صبحكم الله بالرضا والنعيم. هذا البوكلين الآن في منطقة الظهرة في هذا الخط المتجه إلى رون هيج السعدين. هذا رون هيج السعدين طبعا، مرورا كدف الدغار. طبعا هذا البوكلين الآن في صباح هذا اليوم الساعة 7:30 صباحا يوم الأحد. يعمل بهذا المكان. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية، صباح النور صباح السرور. طبعا الآن هذا البوكلين تحت منطقة الظهرة، في هذه الطريق المتجهة طبعا إلى رون هيج السعدين. هذا هو رون هيج السعدين. والآن البوكلين يعمل في هذا المكان. طبعا المكان شوي إن شاء الله يتمكن من إزالته وبأسرع وقت ممكن. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الآن هنا بوكلين في رون محامر. أنا اعتلى في هذه الكرسي باتجاه الرون. والآن هنا ما زالت التوسعة مستمرة في رون محامر. هذا البوكلين متواجد في هذا المكان طبعا رون محامر. وهنا من طريق العوام 2 بوكلينات، هذا في تبة الخضارب، وهذا الثاني في مقدمة جبهة العوام. طبعا هنا الخندق ونحو الضلاع، والسلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين المتابعين الكرام، كما أخبرناكم هذا البوكلين الآن في رون محامر متجها في هذا البنش إلى هذه التبة أي هذه الصخور. وهذه هي بعض المخلفات للبوكلين في هذا المكان في رون محامر. وهنا طريق العوام.
هذه هي الإنجازات له في يوم أمس والأيام الماضية، هذا البوكلين الذي هو في ظهره. طبعا مرورا إن شاء الله إلى رون هيج السعدين. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بوكلين بيرون محامر. وهذا البوكلين الثاني في تبة الخضارب. يرافقه كومبريشن. وهذا البوكلين الثالث. ما زال يعمل في هذا المكان في جبهة العوام طبعا. ها هو الآن طبعا في جانب البنش الذي هو في مقدمة جبهة العوام. هو الآن إن شاء الله يمر من أوله حتى النهاية لإنزاله ولكي توسعة الطريق طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن هنا بوكلين في منطقة الظهرة مقابل رون هيج السعدين. وهذه هي الإنجازات طبعا. يقص من الطريق طبعا في الحوف، حوف الطريق. إن شاء الله مروراً رون هيج السعدين. تحياتي لكم.